صباح الخير. ما حدا منا بحب يوقف على دور أو طابور لحتى يحصل على خدمة معينة. اليوم التكنولوجيا الإيجابية طوعت حتى تخدم الناس وتوفر عليهم الوقت والجهد. تفاصيل تطبيق بلادور بالنص المليان، كيف هذا التطبيق بيشتغل، كيف بيعمل، وكيف وجد حتى يريح الناس، تابعونا. بلادور تطبيق حاول بشكل مميز إنه يكسب ثقة كثير من الناس، خصوصاً اللي ما بيحبوا يوقفوا على الدور بانتظار خدمة معينة. من خلال التطبيق بتقدر تحجز دورك قبل ما تروح على أي مؤسسة أو منشأة تجارية. فكر ريادي بيعتمد على التكنولوجيا الحديثة، حل مشكلة كثير منا بيعاني منها. هلأ بلادور مناسب لكل مكان من جميع القطاعات. بلادور بسمح للناس إنه بدل ما يروحوا ويوقفوا أوقات طويلة يضيعوا وقتهم ونهارهم بالدور، بسمح لهم عن طريق التطبيق. إحنا عملنا تطبيق اسمه بلادور، بسمح لهم يحجزوا دورهم عن طريقه قبل ما يوصلوا. مش بس هيك، إحنا بلادور خلينا يكون مناسب لجميع القطاعات، إنه بحيث أنت كمزود خدمة بتحب تساعد الناس إنهم ما يجوا ينتظروا عندك، بلادور بيساعدهم يحجزوا وقت، يعرفوا قدي بدهم وقت، قدي في ناس قدامهم. بنفس الوقت أنت كمزود خدمة بتحب مثلاً الناس تيجي عندك بمواعيد، برضو بلادور بيساعدك بهذا الإشي. بنفس الوقت مثلاً أنت ما بدك الناس تزورك، بدك تريحهم وتخليهم يعملوا معاملتهم الإلكترونية، برضو تطبيق بلادور بيساعدك. بنفس الوقت في عنا واحد من البورت اللي إحنا شغالين عليه وكتير مهم، اللي هو الداشبورد. في عنا داشبورد بيعطيك ديتيلز كتير كبيرة كمزود خدمة عن الناس اللي أجت، الناس اللي ما أجت، بيهيفير الموظفين، بيهيفير الناس عندك، كل هاي التفاصيل. هاي لصاحب المنشأة، خلينا نحكي بيستفيد منها. بالزبط. يعني إحنا اليوم عم نحكي عن خدمة اللي مستفيد منها المواطن. أو الشخص الطبيعي وأيضا صاحب الخدمة أو المؤسسة التجارية. اليوم قديش عملتوا فرق بهاي يعني اليوم شو الفيدباك؟ هلا احنا من سنتين لما نزلنا على السوق واخترنا القطاعات والاسماء الكبيره معنا بالبلد، صار في من سنتين لهلا 3.5 مليون ترانزاكشن على بلادور من خلال تطبيقنا. بنفس الوقت صار في عندنا 0.5 مليون يوزر اكتف، يعني احنا في عندنا هلا 0.5 مليون شخص موجودين بالاردن عم بيستخدموا تطبيق بلادور، ودي لي حوالي 30,000 تيكت. بنفس الوقت خففنا عن الناس اللي بتروح. كنا نحكي كمان أنا وياكي بأنه المؤسسات الخاصة أو الشركات الخاصة بالعادة ما فيها كثير تأخير بتقديم الخدمة، لأنه هذا جزء من عملهم، ولكن إحنا دائما عندنا مشاكل بالقطاعات الحكومية. اليوم لما طرحتوا هاي الفكرة قديش لاحظتوا في قبول من أصحاب هاي المؤسسات أو العاملين بهاي المؤسسات؟ كان صراحة تشجيع كثير قوي. هم لما بلشوا يستخدموا، طبعا انت عارف احنا بلشنا بفكره الناس لسه ما بتعرفنا، لما سمعوها، لما جربوها، لما الناس صارت تحجز، لما خف على الموظفين اصلا الازمه، لما الناس بطلت تيجي ويكون في ويتنج اريا، هذا كثير خفف عليهم. فحاليا احنا شغالين مع مؤسسات كثير كبيره، من ضمنها مؤسسه الغذاء والدواء، دائره الافتاء العام، الضمان الاجتماعي، وموجودين بكل محافظات المملكه. اليوم احنا بنشوف بنشهد بكل العالم انه صار في اهتمام بقطاع الرياده، وهذا الشيء موجود على مستوى العالم والشرق الاوسط وبالاردن. واليوم الكل بيلاحظ وشايف وعارف بانه الاردن هي من اكثر الدول اللي في عندها افكار وشركات رياديه وشباب عندها افكار لانشاء شركات ناشئه. اليوم اي شركه ناشئه او رياديه مشان تنجح هي لازم تيجي تعالج مشكله او بين بيعانوا منه الكاستمر او الشركات، ولازم تضيف فاليو كبيره عشان تقدر تستمر وتنجح. بدون هدول العنصرين المهمات راح يكون صعب انها هي تكبر وتقدر تثبت حالها بالسوق. احنا ببلادور عالجنا مشكله الناس والانتظار في الطوابير في اماكن تقديم الخدمه. بلادور واكبت التحول الرقمي، لأنه اليوم بإمكان برضو الكاستمر أو المواطن يطلب خدمته من مقدم الخدمة بشكل إلكتروني من التطبيق وما في داعي يحضر. وبرضو بلادور واكب الجهات اللي تستقبل الناس بس مش بطوابير، فقط بمواعيد. فاليوم بلادور كفكرة إجت لتحل المشاكل وقدمت خدماتها بطرق مختلفة بتناسب الكاستمر وبتناسب مقدم الخدمة. اليوم كأي شركة ريادية وعندها أي فكرة ريادية ما لازم توقف بالتطور بخدماتها اللي بتتقدم. صحيح. إحنا ببداية انطلاقتنا العديد فكرنا أنه شركة فقط لحجز الدور. بس لاحظ كيف الميزات اللي أنا ذكرتها، اللي هي الحصول على الخدمة بشكل إلكتروني أو موعد، أو أبعث الأوراق المطلوبة مني لمقدم الخدمة قبل ما أوصله.
بلدور لسه ما وقف لحد هون، احنا في عنا كثير من الميزات اللي راح يتم اطلاقها بال 2024، بتتضمن اني انا اتواصل مع الموظف اللي موجود بالفرع سواء بقطاع حكومي او خاص، وانا بمكاني واشوفه صوت وصوره، هي احد الامثله اللي انا بحكيها، وعنا العديد من الميزات اللي بنركز فيها على انه بلدور يكون هو التطبيق الرئيسي اللي بيعتمد عليه المواطن بحصوله على الخدمه، حتى بتنقله يكون عن طريق بلدور، وحتى بدفع رسوم الخدمه برضه يتم عن طريق بلدور، يعني زي ما بيحكوا اللي هي وان ستوب شوب. حلو. طيب بدنا نحاول نستخدم التطبيق ونحجز دورنا باحد البنوك وداخل احد المولات، وبنعرف قديش داخل المول في ازمه داخل فروع البنك بالتحديد، فبدنا نحجز من خلال التطبيق ونشوف كيف بنقدر نصل على موعدنا وعلى الدور تبعنا بالوقت اللي بعطينا إياه التطبيق. أنا هنا حجزنا الدور بالسيارة قبل ما ندخل على البنك حتى ما نستنى على الدور. الخدمات اللي موجودة على الشاشة داخل البنك هي موجودة على التطبيق، حجزت الوقت اللي بدي إياه حتى ما أوقف على الدور وأخذ الخدمة اللي بدي إياها وأوفر حالي وقت وجهد. تذكرة C24، الرجاء التوجه إلى النافذة رقم 2. لما صار الوقت الموبايل أعطاني نوتيفيكيشن أنه صار موعدي الآن، والخدمة اللي بدي إياها موجود عند الشخص المعني. يعطيك العافية. أهلاً وسهلاً، خدمتك عندنا ساحب أو إيداع، تفضل كيف بقدر أساعدك؟ قبل نظام بلدور كان عدد الناس اللي بيزوروا الفرع في نفس الوقت عدد كبير، حاليا من خلال التطبيق صار الزبون يعرف كم زبون موجود داخل الفرع، كم مدة الانتظار، فهاي حتى سهلت علينا احنا تجمع الناس وأدت إلى سهولة إنجاز المعاملات من قبل الموظفين ورفعت كفاءة والموظفين والعمل. نستفيد من هاي الخدمة إنه أول إشي أضفت رضا أكبر لدى العملاء عن الخدمات المقدمة، خدماتنا البنكية، كون العميل ما بنتظر وقت طويل، وثاني نقطة إنه ما بتأدي لاكتظاظ الناس داخل الفرع. هاي عنا يعني مجموعة تقارير بتطلع بتبين عدد الزبائن المراجعين لنوع الخدمة وكيف إحنا ممكن نطور الخدمة اللي عليها إقبال أو عدد زبائن أكبر، نأمن عدد موظفين يلبوا هاي الخدمة للزبائن، وبهاي الطريقة ممكن إحنا نزيد من استهدافنا لجهات معينة بتراجعنا بحجم أكبر من جهات أخرى. الريادة والإنجاز والجودة من أهم الأمور لتطوير أي شغل. بلدور حاول يطوع التكنولوجيا لشيء مهم بحياتنا، وهو الحفاظ على الوقت والجهد وتنظيم تقديم الخدمة بالشكل الصحيح. وهيك كانت حلقتنا بالنص المليان مع بلدور.